هؤلاء أقول لكم شيء، أنا سأتكلم بكل صراحة، هؤلاء إخوان عندهم مرشد. إيش عندهم؟ مرشد، إما المرشد الأعلى أو المرشد العام. أكثرهم والله يا إخوان يا مرشد الأعلى يا مرشد العام. المرشد الأعلى الرافض الكبير ولاية الفقيه، المرشد العام إخوان المسلمين، ما يتلقون الأوامر إلا من هؤلاء وهؤلاء، هكذا. لذلك تجد طول الخط الحكومة غلط. لو أن المرشد العام أو المرشد الأعلى قال صح قالوا صح. ولذلك تجدهم حتى الكتاب والسنة حتى الأحاديث يستهزئون بها، والله يستهزئون بالأحاديث، والله الذي لا إله إلا هو. وبعض الناس حدثني بنفسه قال أنا كنت مع الحراك ومع كذا، بعدين لاحظت ولا لا احترام لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا احترام. يأتي واحد ما له علاقة بالعلم، يمكن يدخن وحليق وما أدري إيش، ما له علاقة بالعلم، يقول قاضب على أن أسمع وأطيع ولو طق ظهرك وخذ مالك ولعن خيرك. حتى كلامه مو كلام واحد يعرف شيء بالعلم وطالع بالفضائية وتكلم لعن خيرك ومش عارف إيش، إيش الكلام هذا؟ إيش عرفه بالعلم؟ هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، الوحي من الله، والله مسلم في الصحيح. يأتي هذا يستهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش عرفكم؟ أنت ولك ولا كلمة، مالك شغل، ما تعرف، ما تعرف أنت بس من هذا، من أهل هذا الباب. اترك العلماء عند الله سبحانه وتعالى، أكرمهم بالعلم، عندهم اجتهادات وعندهم بصيرة وعندهم باع، وتأتي لهذا اللي ما يعرف شيء ويستهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم فلما رأيت منهم لا يخلون ولا أحد النبي صلى الله عليه وسلم وزنا عرفت أن هؤلاء أصحاب هوى، يقول فتركتهم. لكن لو قايلهم المرشد الأعلى أو المرشد العام لقالوا سمعنا وطعنا. نعم السمع والطاعة، ويأخذ عليهم بيعة. ادخلوا أنتم في هذا وشوفوا البيعة المشهورة اللي في كنا ملعب كرة قدم في غزة التي أخذت على أتباع إخوان المسلمين. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، يأخذ بيعة على أن يلتزم ببيعة إيش إخوان المسلمين وقيادتها وإلى آخره. أبدا إذا قال لهم. وهذا اللي دائما يتكلم في العلماء ويهز فيهم وهذول المشايخ وما يطلعون للحزة، هذا هو أحد رجلين والله، يا أما تابع المرشد العام أو مرشد الأعلى. اللي يسمع علي غلوم وعارف نفسه على غلوم، أنتوا ما تدرون وعارف نفسه اللي يسمع على غلوم، أنت واحد من الرجلين، يا أما أنك تابع الأعلى المرشد الأعلى أو المرشد العام، والله الذي لا إله إلا هو. ولذلك هؤلاء خريجين إيش مؤتمر النهضة اللي جايبين في حتى واحد نصراني اللي اسمه بشارة، اسمه عزمي بشار، نصراني، ويقول لهم إيش عن التغيير في السعودية في بلاد التوحيد اللي رافع راية لا إله إلا الله، نصراني صليبي جاي حاضر فيهم، هذا تبع التغيير. هذا كفو يجي يوجه للسنة ويصور له مقاطع ويتكلم على العلماء المشايخ، أنت وين معثمين؟ وين أنت؟ وين الشيخ صالح فوزان؟ وين وينك أنت؟ أنت مال ربيع عزمي بشارع، ما مؤتمر التغيير؟ تراجع نفسك يا علي الغلوم، والله أنت يا أما أقسم بالله يمين سن الله عنه، أنت يا أما تبع المرشد الأعلى أو المرشد العام، وستظهر الأمور. وتعال إذا أنت ما أنت تبع واحد من الاثنين اعلنها، اعلن قول أنا أبرأ من دعوة هؤلاء وهؤلاء، لكن والله أنكم يا أما ربع الخميني أو ربع حسن الله، أنتم وراء الكرسي.